يا صباح الخير والامل والسعاده والتفاؤل. صباح يوم جديد ان شاء الله يا رب يكون كله خير وسعاده وامل. يوم الجمعه الاولى من شهر ابريل اللي بنحتفل فيه دايما وبنقول ان ده يوم مش عادي لانه يوم اليتيم. بصبح على حضراتكم، كمان بصبح على حاتم. صباح الفل، انت فين بعيد النهارده؟ انا موجود وبصبح على مشاهدينا الكرام، وان شاء الله يوم جميل جدا جدا اخواتنا واولادنا. اول يوم جمعه وعندنا استعراضات وعندنا لقاءات وعندنا كلام كبير جدا من اخواتنا، عندنا حاجات حلوه جدا بالتسكيبتات برضه، فهنشتغل شغل جامد جدا، فخليكم معانا النهارده، هنتبسط جدا 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 ان شاء الله باذن الله، لانه يوم كلنا بنشارك فيه بشكل كبير جدا. برحب بكل اللي موجودين. صباح الخير. صباح الخير. عايزه نشاط كده، مبسوطين؟ ايوه تمام. مصر ايه؟ خير. مصر جميلة. مصر ايه؟ مصر جميلة. طبعا النهاردة هنستمتع زي ما حاتم قال بمجموعة من الاستعراضات، هنحاول كلنا ان احنا نشارك فيها. كل التحية لكل النهاردة بيرسم ابتسامة جميلة على شفاه وعلى وجه اي يتيم في اي مكان. اعتقد ان ده شيء مهم جدا، هو اللي بيدينا الطاقة، احنا اللي بنستفيد واحنا اللي بناخد السعادة مش هما. بالعكس ده كله شيء يعني بيدينا طاقة امل جديدة، وان شاء الله يا رب ان احنا نقدر نسعدهم مش بس النهاردة لكن في كل يوم وفي كل اسبوع وفي كل شهر في السنه باذن الله. طيب خلينا نبتدي على طول يومنا علشان وقتنا مش عايزين نضيع ثانيه ولا فريم من غير ما نستمتع بيه. عندنا فريق او استعراض فريق ضحكه في صندوق، هنبتدي مع بيتر. خلينا الاول نتعرف عليه ونقول هنعمل ايه. طيب احنا، انا بيتر، تمام، انا من فريق ضحكه في صندوق. النهارده هيبقى عندنا رقصات وهيبقى عندنا مفاجات، وهخلي مفاجات في الاخر، تمام. بس عايز اشوف حماس. فين الحماس؟ يلا فين الحماس؟ صحيين، قولوا عليه حاجه. ايه حاجه؟ لا 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 مش سامع. صحيين. ايوه تمام شطار. طيب احنا دلوقتي هيتعلم رقصه، تمام. عايزين كده ناس، فين النشاط كده؟ عايزين ناس نشيطه معانا، تمام، عشان نبدا الرقصه دلوقتي. يلا 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 بينا. بيتر انت نقيت اغنيه صعبه قوي، ده رقصه يعني، ده دانس دي كناخ، دي صعبه قوي. بس 100 100 الاولاد زي الفل. اتبسطتوا يا اولاد؟ رقصتوا رقصه حلوه؟ مبسوطين؟ نعرف بيك بقى. برافو.
ابراهام ازيك اخبارك ايه؟ كويس. قول لي بقى، انت على طول متعود كده ان انت تشارك مع الولاد في استعراضات في حاجه؟ اه عادي. ده بس انا بالنسبه لي انا المفروض ابسطهم عشان دي حاجه تبسطنا انا اولا. بتحس بالتفاعل معاهم؟ وانت ما كنتيش بترقصي كويس على فكره، ليه بقى؟ ها؟ انا قعدت اقول لك يلا معاهم يلا معاهم. اسمك ايه؟ هدير. بتحس بتفاعل مين بيبقى متفاعل معاك ومين مش متفاعل؟ تحاول ان انت تخليهم كلهم في الجو ده؟ اه عادي، يعني المفروض انا اللي احاول اساعدهم واخليهم هم اللي يرقصوا ويسقوا. على مدار السنه بنشارك في حفلات كده مع الولاد، ولا هو بيبقى في يوم زي النهارده كده كل مصر بتحتفل فيه بيوم اليتيم؟ لا احنا على طول. اسمك ايه الاول؟ جون ناصر. جون. اه احنا على طول بننزل حفلات واماكن بعيده وقريبه وكل حته في كل المحافظات. يعني بنعدي الشهر يكون في ما فيهوش حفله وكده، لازم كل مره ننزل في حاجه. قولوا لي انتم مبسوطين النهارده؟ ايوه. اكتر حاجه عجبتكم؟ نبص للكاميرا كده كلنا ونتكلم، اكتر حاجه عجبتكم ايه النهارده اللي في الرقصه دي؟ ها منطلقين كده مبسوطين بيها. اسمك ايه؟ عمر. عمر عندك كام سنه يا عمر؟ 12. ان شاء الله تتبسط معانا النهارده ونتبسط مع كل الفريق. اكيد انا عايز اروح لمريم، بس خدني كده بيتر بعد اذنك. ايوه ايوه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه عملتوا ايه بقى وهتعملوا ايه؟ احكي لي كده شويه كواليس قبل ما نبتدي. يا اولاد بعد اذنكم، هو احنا قبل ما نبتدي يعني لازم ندرب على الرقصة علشان الصراحه يعني تطلع حلوه وكده، ولازم نعمل حاجه علشان تبسطهم كده او كده، وبنعمل بلالين وبنعمل اشكال بالبلالين. حلو. ولازم نعمل كذا رقصه يعني مش دي بس اللي بنعملها، وبنعمل سكتشات. اه طب تمام زي الفل. ابرام صح؟ وسيم. انت زعلان مني ليه يا وسيم؟ زعلان خالص. حاسس انك زعلان مني. لا لا مش زعلان. قول لي اخبارك ايه ومستعد ازاي النهارده؟ لا انا متفاجئ اصلا ان انا النهارده جاي هنا بصراحه بقى. هو احساسك وانت متفاجئ؟ لا صدموني. صدموك؟ ليه كده اصلا؟ صدموني. هتقدم لنا حاجات حلوه النهارده؟ اه في كذا سكتش مجهزينه، مش مجهزين انا ما اعرفش هم مجهزين حاجه ولا لا، بس في حاجات احنا عندنا بنعملها ورقصات وبلالين. تمام الدنيا. طيب هنشوف ان شاء الله زي الفل. عايز اروح للاستاذ جورج عزيز، هو شخصيه عزيزه علينا لان هو راجل جميل وبيعمل حاجه حلوه جدا، فهو يقول لنا بقى هو بيعمل ايه. اهلا بيك الاول. الله يخليك يا استاذ حاتم. بص حضرتك اللي انا لابسه ده. ايوه. عباره عن يعني الخامه دي انا بقول. لا ممكن ايه كده شويه عشان نتكلم. تعالوا كده. أيوة يا ولاد تعالوا وراي جنبي كده. تعالوا جنبي. ايوه. كل شكل من الكبات اللي معموله دي ليه حاجه اسمها استامبه. فانا بودي الخامه دي في مكان معين، بتبقى عباره عن شيتس كده. ايوه. بيخش المكنه بتنزل الاستامبه تجيب لي الكاب اللي انا لابسه ده حتت الشكل بقى اللي حضرتك عايزه. دي الالوان دي لوحديها ودي لوحديها دي لوحديها ودي لوحديها. تمام. مثلا يعني انا باخدهم بالبيت عندي بقعد اجمع الزق بمسدس الشمع. تمام. وفي الاخر بيطلع. انا عايزه حضرتك تعمل لنا واحد بمسدس الشمع كده، ويعني تدينا الخطوات برضو عشان لو حد حابب ان هو في البيت يعمل الموضوع ده الاول. بس حضرتك ده مشترك في جميع الكبات. ده جزء اساسي. ده جزء بالظبط كده. جزء اساسي في كل الاشكال. نرجع لورا يا اولاد ورايا كده لو سمحتوا. برافو. هنا كده. برافو. كمان المشكله بس ان ايه ان لازم ايه تنشف. لازم تنشف ادوس عليه عشان ينشف. تيكس تايم بياخد وقت يعني. يعني حوالي قد ايه؟ لا هي ثواني. ثواني بس كده. يعني مش وقت. لا لا لا, كتير. لا. تمام. وبندي بقى الشكل اللي احنا عايزينه. انا هعمله لك حضرتك دلوقتي. طيب. على طول احنا هلبسه دوت. هنتابع مع حضرتك خلال الحلقه. الاستيك بقى اللي هو ولازم ده اللي بيمسك من بدل ما انا امسك تاني دايس عليه بجيب بستعمل مشبك واحطه كده عشان يمسك معاها. يمسك من غير ما ياخد وقت على طول. يعني هو مسدس الشمع والحاجات دي بتبقى جاهزه، مجرد ان انا بجمعهم مع بعض والزقهم بالشمع كده خلاص الموضوع بيبقى خلص. بيبقى كاب جميل قوي زي اللي كل اصحابي لابسينه. مش كده؟ يلا عشان نجهز الاستعراض اللي جاي نقف زي ما كنا. بس انا هستاذن حضرتك هاخد ده بقى. ما لسه ما اتعملش. طب اول ما حضرتك تخلص مع بعض على الحلقه ان شاء الله نقف بقى عشان نكمل الاستعراض بتاعنا. هنقدم ايه دلوقتي؟ احنا قبل ما نقدم بس اعتقد احنا هنطلع فاصل. صح هنطلع فاصل وبعد كده نرجع تاني عشان نكمل مع بعض حلقتنا اللي يا رب تعجبكم ان شاء الله. يلا بينا.